ازيكم رزيعة في حلقة جديدة وحلقات رزع الفانتسي وحلقة الجولة 26 الدبل، ويا رب يا رب يا رب ما تكون دبل زي 25 يا رب، عشان لما يكون اسبوع دبل جيم ويك الافريج فيه 32 يبقى ده ظلم يا رزيعة. والله العظيم ده اسمه ظلم، ويعني وحشتنا زمن الدبل جيم ويكس الجميل والله، عشان ده كده بيشتغلونا، ده مش دبل جيم ويك ولا زفت. اي نعم هو كانوا فريقين يعني لعبوا دبل جيم ويك، بس الواحد متعود الدبل جيم ويكس دي على الاقل الافريج كده 40 50 فيما فوق، لكن 30 و32 ده يعني حاجه بؤس. لكن ايش جاب اللي جاب؟ ال25 من 26 فرق شاسع، وعندك ابو مكه وليفربول هيلعبوا احلى دبل جيم ويك. تخيلت انت لو بتعمل لنفسك كده الدبل جيم ويك، انت عايز ليفربول تلاعب مين؟ تلاعب مين؟ مش هتلاقي احلى من نورتش وليدز، وخصوصا ليدز في الفتره دي كمان بقت اوحش من الطبيعي. فطبعا ده احلى دبل جيم ويك وهنتكلم عنه بالتفاصيل، عشان في كام تريكايه كده ممكن ما تاخدش بالك منهم وممكن يودوك في 60 داهيه. فقبل نبدا بقى نرزع بقى الرزع التقيل، ادعمنا بلايك وشير وسبسكرايب، افتح جرس التنبيهات جاي حلقات اول ما بننزلها. يلا بينا ايه، يلا بينا نرزع. حاسين زي ما انا حاسس ان الدبل جيم ويك دمه تقيل شويه، ولا انا بس اللي حاسس كده؟ مش عارف ليه. يعني اللعيبه اللي عندها دبل جيم ويك حلو ما عندهاش ماتش الاسبوع اللي بعده، ودي حاجه بايخه جدا مخليه الواحد مش عارف يروح يرمي فلوس ويروح يشتري ثلاث لعيبه من ليفربول وثلاثه من ارسنال واثنين من وولفز. اللعيبه مش كلها عندها ماتشات بعديها، واللي عندهم ماتشات بعديها الدبل جيم ويك بتاعهم مش حلو، فالدنيا ملخبطه قوي. فنصيحه مني، طبعا انا عارف ان كله دلوقتي بيحاول يا اما يرجع صلاح لو لسه ما رجعتوش، او بيجهز التريبل كابتن على يديها لابو صلاح، وبتهيألي دي حاجة ما فيهاش تفكير ومن اسهل حاجات، اسهل تريبل كابتنز اللي ممكن تتعمل يعني على مدار تاريخك في الفانتسي. وانا عايز اقول بقى للناس التانية اللي شايفة ان فريقها وحش، ان مش دي مش نهاية العالم، وانك مش لازم تعمل تريبل كابتن الاسبوع ده. انت لو فريقك وحش وما عندكش ناس هتلعب دبل جيم ويكس خالص، وعايز ناس تلعب الاسبوع ده، ممكن تعمل فري هيت لو لسه معاك واحدة او لسه معاك اثنين كمان يبقى احلى واحلى. ممكن تعمل وايلد كارد لو عايز، بس طبعا تبقى باص لقدام شوية عشان في بلانكس جاية علينا. ممكن تعمل بنش بوست لو انت فريقك كله بيلعب وكله فيه دبل جيم ويكس، بالناس اللي عندك كمان بتلعب، ممكن يبقى حلو جدا لو انت بتفكر في حاجه زي دي الاسبوع ده. هتقولي ليه؟ طب ما اروح تريبل كابتن صلاح ودي تبقى اسهل حاجه في الدنيا، وانا معاك في ده، انا اصلا بفكر اعمل ده وبنسبه كبيره هعمله، وسلمى كمان غالبا هتعمله، ودي من الحاجات اللي مخلياني مش عايز اعمله، ان كل الناس هتروح تريبل كابتن صلاح، فالموضوع بقى فقط الميزه اللي في التريبل كابتن. ممكن تقولي لا انت تبقى غبي لو ما عملتش تريبل كابتن لصلاح، ده طبيعي هيولع الدنيا وهيلاعب ليدز وهيلاعب نورتش والماتشين في الانفيلد والناس كلها تريبل كابتنه، فالناس كلها لو عمل طبعا هيسيبوك ويمشوا، وانت ممكن تبطل لعبه اصلا بعد حركه زي دي. بس في حاجه يا صديقي الرزيع انت نسيها، لان ماتش ليفربول الاسبوع اللي بقى مش 26 ده اللي بعديه مش هيتلعب، لسبب ان هم عندهم فاينل الكاراباو كاب ضد تشيلسي، وبالتالي انت او انا او اي حد فينا لو مكان يورجن كلوب عادي جدا يبدا يروتيت، يبدا يريح مثلا صلاح في حته، يوتا في حته، ماني في حته، عشان كله يبقى جاهز وسليم لماتش الفاينل اللي بالتاكيد ليفربول خصوصا عايز تكسب الكاس ده. اولا لان من ساعه ما جه يورجن كلوب وهم بعيد تماما عن الكاسات المحليه، ولا كاراباو ولا الاف اي كاب مش بيقربوا منها، وهم صراحه ما كانوش بيدوا لها اي اهتمام خالص، هو دوري وتشامبيونز ليج ده الاساس عندنا باستثناء السنه دي. كلوب لا مركز على الكاسات، مركز على الاف اي كاب لسه بيلعب فيه، مركز على الكاراباو كاب اهو بالدليل ان هو في الفاينل ضد تشيلسي. وضيف على كده كمان يا رزيعه ان ليفربول ما احتفلتش بالدوري لاسباب الكورونا، فالجماهير كلها ما قعدتش مع اللعيبه دي في الاستاد مع بعض ويحتفلوا ويرفعوا الكاس مع بعضيهم، والاجواء والفاير ووركس والحركات دي ما حصلتش معاهم، فبالتاكيد الفوز بالبطوله دي هيعني اكتر ما هو يعني في الحقيقه. اي نعم هو كاس مش بطوله كبيره، كاس كاراباو حتى مش الاف اي كاب، فالدنيا مرتاحه عادي، بس في الاخر كاس، في الاخر هيجمع الجماهير ليفربول، هيديهم دفعه معنويه طبعا لو كسبوه. فلا بتهيألي ممكن عادي جدا كلوب يبدا، مش هقول لك ان صلاح مش هيريح ماتش كامل، ممكن على فكره تلاقيه بادئ الماتشين بس يطلع على الدقيقه 60، ف 60 دي انت وحظك، يا لحق ولع الدنيا يا اما ما عملش حاجه ولا عمل اسيست ولا حاجه خفيفه مش اللي انت مستنيه وطمعان فيه في دبل جيم ويك زي ده من صلاح ومن ليفربول في ماتشين في الانفيلد. فدي كانت حاجه سريعه كده رزيعه محتاجه صراحه افكر فيكم معاها قبل ما نخش بقى في الدبل جيم ويكس، ومين عنده مين ومين احسن الاوبشنز في كل فريق وفي كل ايه جوله. مبدئيا كده دي ماتشات الاسبوع الطبيعيه، هتلاقي على الشاشه دلوقتي قدامك دي الاسبوع الطبيعي جدا قبل الدبل جيم ويك. بعديها اهو هتلاقي برضو على الصوره الناحيه الثانيه، هتلاقي بقى دي الماتشات اللي هتتلعب اربع وخميس، دول بقى الدبل جيم ويكس والفرق اللي عندها دبل جيم ويك. اهم الفرق اللي عندها دبل جيم ويك او من احسن الفرق اللي عندها ماتشات في الدبل جيم ويك هي ليفربول، عندها ليدز ونورث طبعا زي ما بقول لك، بعديها عندك ارسنال، عندها برينفورد وولفز، والماتشين برضو في الاستاد بتاع الارسنال، فدول احسن ناس عندها دبل جيم ويك.
ويكس، مع العلم ان الاثنين هيجوا الاسبوع اللي بعديها ما عندهمش ماتشات. فانت لو رحت كسفت من الشراء اللعيبه دي، رحت مثلا جبت صلاح، لو ما عندكش لسه صلاح مثلا رحت جايب عليه يوتا، وانت عندك على سبيل المثال ارنولد رحت جايب كمان معاها مثلا لاكازيت على ساكا، فانت بتتكلم في خمس لعيبه. لو مثلا ما عندكش كمان رامز ديل ورا في الدفاع مش هيلعبوا الاسبوع اللي جاي، فهتبقى بهدله. فيا اما انت مجهز وايلد كارد بعد الاسبوع ده، يا اما مجهز فري هيت للاسبوع اللي جاي، يا اما انت بلاش بقى تدوس بقلب جامد في اللعيبه اللي عندها دبل جيم ويك دلوقتي، بس ما عندهاش ماتش الاسبوع اللي بعديه. عندك بقى اربع فرق ثانيه عندهم دبل جيم ويك وعندهم اسبوع او عندهم ماتش في الاسبوع اللي بعده كمان، فالشباب دي مش هتبلانك. والفرق دي هي توتنهام وليدز وكريستال بالاس وولفز. الفرق دي عندها دبل جيم ويك وعندها ماتشات بعديها عادي جدا، فما فيهاش اي مشكله. المشكله فيهم ان هم ماتشاتهم بقى اصلا في الدبل جيم ويك دي مش احلى حاجه، بس الميزه انك تشتريهم وعادي خلاص مريحهم عندك في الفريق، موجودين هيلعبوا اسابيع بعديها، وكمان في كام واحد فيهم كمان ماتشاتهم بعد كده كمان حلوه، فدي حاجه مميزه جدا. وانا عملت لك تشكيله سريعه كده من احسن الاوبشنز اللي انا بفكر فيها في الدبل جيم ويك، سواء هجيبهم او مش هجيبهم. انا قلت اعرضهم كلهم على الشاشه دلوقتي، مش حاطط في بالي بقى فلوس ولا حاطط في بالي عندي كام لعيب من الفريق ده. يعني ممكن احط لك اربعه من ليفربول عادي لو شايف ان هم حلوين، انت ممكن تروح مع يوتا، غيرك ممكن يروح مع روبرتسون، فالموضوع ملخبط شويه. وهبدا المره دي عكس كل مره، هبدا بالهجوم عشان الهجوم فيه لخبطه شويه وفي لعيبه كتير عندها دبل جيم ويكس بس محيرين واحنا مش عارفين مستواهم عامل ازاي. اتكلمنا الاسبوع اللي فات على خيمينيز، والراجل حط جون فعلا في توتنهام الماتش اللي فات ده، لازم اعرف عشان قلت ايه وولفز ما بتجيبش جوان يروح يلسعوا جونين على طول، بس احنا عارفين ده مش المعتاد بتاعهم. يعني زي ما بقول لك بقى خيمينيز عنده ليستر وارسنال، فبقول لك مش افضل دبل جيم ويك تروح تشتري فيه حد من هجوم وولفز، خصوصا ان هجومهم مش افضل حاجه، وانا لسه مصمم على الراي حتى لو جابوا جونين في توتنهام الماتش اللي فات. الحل انهم عندهم بعديها ويست هام، عندهم ماتشات عادي بس برده ويست هام مش الماتش السهل، فانت ثلاث ماتشات ورا بعض مش الطف حاجه. انا شويه ممكن اميل للدفاع في وولفز واتكلم اكتر عليها لما نوصل للدفاع، بس خيمينيز اوبشن برده لحد ما معقول مع ضربات جزاء. ليستر مش احسن ليستر خالص، ارسنال ممكن تكون كويسه شويه لكن ليستر دفاعها بصراحه مش حلو. فلو معكش فريت او وايلد كارد او حاجات اللي هي هتعوضك الاسبوع اللي بعد ده، فانت لا ممكن تشتري خيمينيز على الاقل ضامن انه هيلعب الاسبوع اللي بعديه. في بعد كده كريستال بالاس، وحطيت من عندهم المهاجم بتاعهم وهو ادوارد اللي ارقامه كويسه جدا السنه دي، يمكن مش من اول كام ماتش في الاسبوع في الموسم لكن بدا يجمع متاخر شويه، والراجل صراحه اداؤه في الملعب حلو جدا وهو الاساسي على بنتيكي وعلى ماتيتا. حاجه بس قبل ما اخش على ادوارد، خلي بالك يا رزيع ان كريستال بالاس هتلاعب تشيلسي وواتفورد. تشيلسي ده الفريق اللي اصلا معار منه كونر جالجر، فبالتالي كونر جالجر مش هيلعب الماتش ضد تشيلسي لكن بالتاكيد هيلعب ضد واتفورد مفيش فيها مشكله، فاللي عنده جالجر يخلي باله من الحته دي. والمهاجم بعد كده انا حاطه في التشكيله هو الكسندر لاكازيت، وده اللي انا شايف ان هو من احسن الاوبشنز اللي تشتريها من ارسنال في الهجوم او نص الملعب. لاكازيت الراجل هايل، الماتشين في ارض ارسنال الماتشين يعتبروا معقولين، قلت لك عندهم وولفز وبرنتفورد، برنتفورد برده مش من افضل فتراتها في الموسم، ولاكازيت معاه ضربات جزاء الفريق تقريبا بيخدم عليه في كل الكور، فبالتالي لاكازيت اوبشن حلو جدا. كل مره هقعد اعيد لك نفس الجمله، لو انت مظبط هتعمل ايه بعديها. انا بالنسبه لي مثلا لاكازيت افضل من اي اوبشن في ارسنال حتى في نص الملعب. نص الملعب بقى اولا مارتينيلي مطرود، سميث رو المفروض هيرجع يبدا اساسي بالتاكيد عشان خلاص مفيش مارتينيلي. انا بالنسبه لي اوديجارد وسميث رو الاثنين لعيبه هايلين، بس اولا ما عندهمش ماتش بعديها فهخسر الحته دي، وانا مش حاسس ان سقفهم عالي قوي. ماتشات الفرق اللي بيلعبوها مش هقول لك صعبه ولا دفاعهم قوي بس يعني مش مضمونه، مش رايحين يلعبوا نوريتش، مش رايحين يلعبوا ناس بتصارع على الهبوط قوي، الى حد ما ماسكين نفسهم وساعات بيعرفوا ايه يمشوا الماتشات. فانا بالنسبه لي لو هتخيرني تقول لي ساكا حتى مثلا اللي هو انا بالنسبه لي افضل اوبشن في نص الملعب حاليا في الفتره دي في ارسنال، هتقارنه لي مثلا بيوتا؟ لا اقول لك يوتا بالتاكيد، طالما هما كده كده الاثنين اصلا مش هيلعبوا الماتش اللي بعديه، لا يبقى يوتا السعر مش بعيد قوي عن بعضه، بس الراجل يعني بيلعب بنسبه كبيره، ثاني هداف الدوري معاه بتاع 12 13 جون، فالراجل دايما موجود ودايما حاضر. انا حتى لو قارنتهم لي مثلا بحد زي رافينيا مثلا اللي اصلا بقاله مثلا ماتشين ثلاثه مستواه وحش جدا، لا انا ممكن اخلي رافينيا بما ان هو عندي مثلا على الاقل هيلعب الماتش اللي بعديه، مش هقعد بقى ايه افضل شايل هم الترانسفير اللي انا هعملها لازم اجباري عشان اللعيب بتاعي مش هيلعب الماتش اللي جاي. اخيرا معانا في الهجوم انا مش حاطه في الفريق الصراحه لغلو وسعره هو هاري كين. هاري كين اللي ولا هو ولا سون ولا توتنهام عاملين ماتشات حلوه خالص الفتره اللي فاتت، بيلعبوا بطريقه غريبه جدا، هم مذبذبين، كنت لسه بيغير في خطه واحده واحده، اللعيبه مفيش ثقه خالص في نفسها، فدي حاجه مأثره عليهم جدا، مع ان في الطبيعي الدبل جيم ويك زي ده سون وكين هيكونوا طبعا من اوائل الناس اللي بنروح نشتريها عشان كمان عندهم ماتشات بعديها. توتنهام هتلاعب سيتي وبيرلي الماتشين اوي، وانا بصراحه الاقل اجيب كين في ماتشات زي دي، يعني قلقان ما اكذبش عليك، عادي جدا ما يعملش اي حاجه زي الموسم كله، فلا انا متوتر شويه من ناحيه كين، ممكن اروح اراهن على كازيت حتى لو هبيعه تاني بعديها، بس اولا ارخص فهيسيب لي فلوس استغلها في حته ثانيه، ثانيا انا متوقع اصلا تقدر تجيب جوان عن توتنهام في الدبل جيم ويك ده، مش عامه مش في الموسم كله، في الجيم ويك ده. ومن كين نروح على سون بقى في نص الملعب ده اللي انا واخده معايا في الفريق، مع انه هو كمان برده الصراحه
بصراحه ما بيلعبش حلو ولسه بعد الاصابه ما استعدش فورمته. لكن انا كل ما افتكر اي ماتش لتوتنهام ضد سواء بيرنلي او مانشستر سيتي اول حاجه بتيجي في مخي سون هو بيجيب جون. سون بيعرف يجيب الجوان في الفريقين دول. لو انت من محبين سون, لو انت عايز تراهن على سون, اعتقد ان دول احسن فريقين ممكن تراهن ضدهم. انا عارف ان سيتي جباره, انا عارف ان سيتي دفاعها كاكا لا يخترق, بس كل مره بيلعبوا فيها سون بيقدر يخترق الدفاع ده. انا مش عارف ازاي ساعات الجوان ما بتبهبش, ساعات بيبقى غلطات من المدافعين, ساعات بيبقى حاجات كتير قوي, بس في الاخر النتيجه بتكون ان سون بيعرف يجيب جون في مانشستر سيتي سواء كمان دوري او تشامبيونز ليج. يجي بعديها اللاعب اللي قلت لك عليه ان انا شايفه من افضل اللعيبه اللي موجوده في ارسنال حاليا وهو ساكا. طبعا انت لو رحت جبت ساكا مش هتجيب لك زيت او العكس صحيح, صعب قوي تروح تكتر من اللعيبه دي من نفس الفريق. بس انا بتكلم في السعر ده في الاوبشن ده انا شايفه افضل لعيب, افضل من الاوبشنز الموجوده مثلا في كريستال بالاس من غير جالاجر اللي مش هيلعب الماتشين, فده افضل حد بالنسبه لي. رافينيا انا سايبه جنبه لان هو اصلا عندي في الفريق وكمان عنده ماتشات الاسبوع ده دبل جيم ويك وعنده ماتشات الاسبوع اللي بعديها, فالراجل لسه مكمل. مع العلم ان انا لو هعمل وايلد كارد بالتاكيد هبيعه, مستواه وحش جدا, واكد على ده بيلسا ان هو خرجه بين الشوطين وقال لك رافينيا مش مصاب يا رزيع, اللي عنده رافينيا مش مصاب. ده كان تغيير اما عشان يريحه واما عشان هو مستواه فعلا وحش فيتعاقب باي حاجه من الشب من القبيل ده, لكن بالتاكيد هي مش اصابه, ده على كلام بيلسا في المؤتمر الصحفي. بعديها بقى يجي الشباب اللي مولعاها, طبعا عميوتا الراجل اللي تالق من ساعه ما صلاح وماني مشيوا, سد الخانه اللي كانت فراغ كبير جدا متساب بسبب اهم اتنين لعيبه في الفريق. انا بصراحه بجد الولد فاجئني, انا عارف ان الولد كويس, انا كنت بادئ بيه الموسم يمكن قعدت بيه لغايه جيم ويك 15 16, يعني بجد لا قعدت بيه 16 فولف عارف, قعدت بيه كتير, قعدت تقريبا يعني نص الموسم بيوتا من اول موسم لغايه نص الموسم. بعته بقى لما يعني فيرمينيو رجع من الاصابه وغلقت ان هم بيشتروا عايزين يشتروا دياز وبتاع, فحسيت ان الدنيا هتبقى ايه روتيشن شويه, وتوقعت ان هو مش هيملى الفراغ بتاع صلاح وماني. الراجل خيب ظني, الراجل ملى الفراغ. ليفربول كسبت كل الماتشات اللي لعبتها, مفيش اي حاجه اتاثرت, فالراجل بسم الله ما شاء الله عليه تاني هداف الدوري. وهو يا جماعه بص الواد مش اسرع حاجه ولا احسن شويت ولا احسن هيدر, ان هو اصلا مش طويل, لكن الواد بيعمل حاجه كويسه من كل حاجه في دول, وعنده تمركز مرعب مرعب مرعب. الكوره لو هتقع في حته خطر هتلاقي يوتا قدامها, هو كده هتقع من كورنر هتلاقيه, من شوطه حد شوطه من بعيد هتلاقيه, من دربكه هتروح له والجون فاضي. هو الواد الكوره بتحبه, وهو تمركزاته الصراحه لا يعلى عليها. طبعا ابو مكه هيجي جنبه لا خلاف عليه, يعني كده كده الراجل يعني لازم يثبت نفسه, او هو عايز مش يثبت نفسه, هو كده صلاح احسن لعيب في العالم وفي الدوري, لكن قصدي يثبت ان هو معنويا مش واقع بعد توت او امم افريقيا, حتى بعد ماتش بيرلي اللي ما عملش فيه حاجه. هو عايز ايه؟ بص تحس دي بس مشكلتي معاه شويه, ان هو تحسه مستعجل, فاكر ان هو اول ما يجيب جون كل حاجه هتنتهي والمشاكل هتخلص. هو بص ابو مكه انت كده كده احسن لعيب في الموسم ده ان شاء الله بعون الله, فخليك هادي خالص كده وخد نفس, والاجوان هتيجي في ثانيه ورا بعض زي ما جت معاك من اول الموسم, ما كانتش فارقه معاك لو فاكرين. صلاح كان داخل الموسم رايق قوي, مش فارق معاه الهداف, مش فارق معاه الحاجات دي, بالعكس عمال شغال اسيستات ويدي يوتا ويدي الماني وبالخارجي يودي, والدنيا كانت حلوه. عشان كده كانت الكوره بتجيله كتير والكوره كانت حباه جدا. فارجع تاني لنفس التفكير بتاع اول الموسم, الموسم التاني بالتاكيد هيكون زيه, وان شاء الله تخلص يعني تكسر كمان رقم من الهداف بتاعك بتاع الاعلى لعيب في موسم واحد, وتبقى من احسن لعيبه العالم ان شاء الله يا رب السنه دي. انا بقى مشكلتي في ايه؟ مشكلتي ان كلوب زي ما بقول لك في اول حلقه عادي جدا الاثنين لعيبه دول مع ماني مع فيرمينو كلهم مع دياز كمان طبعا, اللي اخيرا بقى كلوب عنده اوبشن زياده عن الاربعه بتوعه اللي قدام, وارد جدا ما يلعبوش 180 دقيقه في الماتشين, عادي هتلاقيهم بيريحوا بيروتيتو, فده بقى هيخلي الحظ يا معاك يا ضدك. انت ممكن اللعيب اللي ينزل نص ساعه يولع الدنيا, ممكن اللعيب اللي يبدا هو اللي يولع الدنيا, وممكن العكس برده يحصل, فهي موتره جدا. بس طبعا صلاح عشان هو صلاح وعشان معاه ضربات جزاء, وعشان صلاح لو ملوش بديل في الرايت وينج ماني دياز بقى ممكن يبدله, فيرمينو يوتا ممكن يبدله. على فكره نفس الكلام ده هنطبق في الدفاع على روبرتسون وتسيميكاس, بس لما اخش على الدفاع اتكلم عليها اكتر. لكن صلاح في الرايت وينج ما عندوش حد يبدل معاه قوي, فشويه مطمن على الاقل ياخد يعني مثلا 60 في 30 على الاقل قوي قوي قوي, لو مش 90 و90 اصلا, وصلاح قادر ان هو يلعبها, واللي بوظفه كلوب نفسه بان هو فيزيكال مونستر. غير بقى ان هو بينافس على الهداف, فكل دقيقه ممكن يجيب فيها جول هتفرق معاه, غير ان الجمهور مستني صلاح يرجع يسخن يولع الدنيا تاني, فدي عوامل كتيره قوي تخلي صلاح ان شاء الله يا رب مفيش روتيشن كبير. لكن على العكس بقى يوتا هو اللي ممكن, وممكن شفناه الماتش اللي فات هو نزل دكه, تهيألي هيبدا الماتش اللي جاي على طول, ممكن يريح الماتش اللي بعديه عشان فاينل الكاس, وارد جدا في فورمه, يعني يوتا في فورمه عاليه جدا, وكلوب اكيد عايز يستغلها, مش عايزه ولا يقع بدنيا ولا يقع ان هو رجليه مش هنلعب فيقعد دكه فيريح, فايه السخونه دي تروح, وعايزه في الملعب بس عايزه مريح, فدي ممكن معناها روتيشن بالتاكيد. ونخش بقى على الدفاع زي ما بقول لك, روبرتسون طبعا اوبشن حلو جدا برده, هو كمان في الدفاع الراجل واخد نقطتين بونص الماتش اللي فات مع انه ما عملش اي حاجه في الاتاكينج ريتيرنز, جايب 8, ارنولد جايب 6, ارنولد كاكا بتهيألي في معظم الفرق كلها, فده مش هتكلم عليه, ده كاكا في الفريق ولازم يبقى في الفريق. الخلاف بقى عندي هو بص هو
ترينت وصلاح دول تمام مع اي حد، ده لازم كده كده. يوتا ولا روبرتسون دي بقى ممكن ايه، كل واحد شوف هو حابب مين، مايل لمين اكتر، مع العلم ان على فكره لو حسبت بالنقط للدقايق للافريج روبرتسون احسن، مش احسن بكتير بس مثلا هتلاقي روبرتسون افريج 6.5 7 عشان كلين شيتس على فكره. يوتا هتلاقيه مثلا في ريجن 5 وشويه، اولا عشان بيقعد دكه، ثانيا ان في برده ماتشات صراحه بيخيش فيها خالص. بعد روبرتسون يجي تيرني برده من ارسنال زي ما قلت لك، هفكرك تاني عنده وولفز وبرينفورد الماتشين في ارض ارسنال، فحلوه للدفاع كمان انك تلعب في ارضك مريحه. تيرني بقى هو الميزه فيه ان هو اكتر لعيب في المدافعين بتوع ارسنال بيهاجم وعنده بوتنشال ان هو يجيب اسيستات او اجوان. لو معكش فلوس تيرني عندك بين وايت ارخص بكتير وممكن تقعد دكه في اي وقت بعد كده، سواء بقى الماتش اللي بعديه اللي هم هيبلانكو فيه، فدي الطف سن من الناحيه دي، لكن في الملعب تيرني بالتاكيد افضل بكتير. بعديها هيجي رومان سايس برده من افضل لعيبه وولفرهامبتون اللي في الدفاع، اللي عندها اتاكينج ريتيرنز وبتجيب اجوان وبتجيب اسيستات وبيلعب بالهيد هايل، الراجل المغربي يا جماعه فعلا في الهيدات مرعب. فوارد في دبل جيم ويك كده 180 دقيقه والراجل ضامن مكانه دايما، مفيش روتيشن ولا بقى الهري ده، وارد يخطف واحده كده واحده كده من كورنر من بتاع، مع بونص كمان ان هم بيدافعوا كويس جدا، فده برده اوبشن يتبص عليه. واخيرا في الدفاع معانا رجليون اللي انا الصراحه كنت حاطه من قبل كده، بس بعد ما شفت توتنهام الماتش اللي فات وبعد ان هو اصلا ما لعبش ولعب سيسنيون، لعب سيسنيون كان بشع، كان لازم يطلع باسرع وقت، بس ده يديك ان تفهمش هو كنت مش حابه ولا هو مش بيريحه ولا هو ايه بالظبط. انا مش فاهم الصراحه ايه مشكله اللعيبه او المدربين انا اسف مع رجليون، ليه ما بيلعبش 90 دقيقه كل ماتش؟ انا بتهيألي هيعلى، يعني انت لما لعيب بيلعب كل ماتش بيزيد الكوميونيكيشن مع اللعيبه اللي جنبه، بيزيد الانسجام والكيمستري، هيعلى بالتاكيد. فليه ما فيش مدرب يجي يلعب رجليون كل ماتش 90 دقيقه؟ جايز في حاجه في التمرين احنا مش شايفينها، جايز الراجل صحيا او بدنيا مش دايما جاهز، الله اعلم. بس انا بالنسبه لي الولد دوت في الملعب بيبقى عامل جبهه شمال مرعبه، بتخدم جدا على سون، وشفنا ان دي مأثره على سون شويه. رجليون من النوع اللي هقول لك مش اقوى واحد مدافع، ما بيلحقش يرجع يدافع دايما، بس بيرجع، مش شرط يخطف الكوره بس دايما بيرجع، دايما موجود، رامي جس على الف 18 تلخبط تعمل اي اكشن، فمعقول سيسنيون ما كانش بيرجع خالص. فانا شخصيا قلق شويه من رجليون، خصوصا يعني ايه ان انا مش ضامن الكلين شيتس بالمنظر اللي توتنهام بتلعب بيه ده، بس ده يعني كان في الاوبشنز الموجوده قبل ماتش الصراحه بتاع الاسبوع اللي فات ده. في حراسه المرمى بتهيألي رامز ديل هيلعب ماتشين على ارضه ضد وولفز وبرينفورد، دي احسن الدبل جيم ويكس تلعبها على ارضك لحارس مرمى مع سيفز بقى مع بونص مع الكلام ده، فبتهيألي رامز ديل في حراسه المرمى دي برده حاجه حلوه اللي بيعملوا فري هيت او اللي عندهم رامز ديل اصلا من الاول. برده هنمسي على كام لعيب كده ما كناش عليهم في التشكيله دي، وهم اولهم فيرجورست اللعيب اللي جابوه بيرنلي جديد، الراجل عنده دبل جيم ويك الاسبوع اللي جاي في دبل جيم ويك تاني الاسبوع اللي بعديه، فده اوبشن خطير. المشكله ان هو خرج مصاب الماتش اللي فات ده، فمش عارفين صراحه اذا كان الراجل جاهز ولا لا، هنتابع معاكم اكتر ونبلغكم اكتر على السوشيال ميديا على انستجرام بتاعي او بتاع سلمى او بتاع ارزع كمان شخصيا، لكن ما تتسرعش غير لما نشوف الراجل ده سليم ولا مش سليم. بالتاكيد لو سليم هيبقى اهم اوبشن معايا في الهجوم، تبيع بقى كريستيانو وتجيبه عشان تجيب صلاح، ده يبقى برده من حركه ناس كتير هتعملها، الراجل عنده اربع ماتشات في اسبوعين بس، فده رقم هايل. حط معاه برده بوب في حراسه المرمى، برده لو بيرلي ناوي ترجع بيرلي بتاع زمان والدفاع الريزل بتاع زمان احنا عارفينه، بالتاكيد بوب بيكون من افضل الاوبشنز في الفريق ده. وعندك بقى كمان المنكدين علينا جوشوا كينج في ايمانويل دينيس، اغتت اتنين في هجوم اي حد بيلعب في الفانتسي، مخنوق منهم، مخنوق من خلقتهم، من الصفار والسواد اللي عنده في الفريق ده، بالتاكيد يعني نكدوا علينا كتير جدا، بس للاسف الدبل جيم ويك بتاعهم مش وحش حلو. انا اميل شويه دينيس كينج، مش شايفه حلو، مش شايفه قريب خالص من الجون، يمكن لو ماهوش ضربات جزاء ما كانش حد اشتراه اصلا من الاول، دي الحاجه الوحيده الايدج اللي عنده، غير كده صراحه الملعب مش احسن حاجه. الولد مهاري والولد حريف، بس اولا روي هوجسون مهتم اكتر بالدفاع، ثانيا الولد تحسه عايز الفريق يكون هجومي، عايز حد بيخدم عليه عرضيات من اليمين والشمال. دينيس بيعرف يتصرف لوحده، دينيس بيعرف يدريبل، بيعرف يجري بالكوره لوحده، وشوطه من بعيد هايله، فطبعا لو عندك حد يعني دينيس اكتر خليه عندك مفيش اي مشكله. مانشستر يونايتد ما عندهاش دبل جيم ويك، بس عندها ليدز الماتش اللي جاي فده ماتش حلو، وعندها بعديها واتفورد فده برده ماتش حلو، فطبعا غلطت انك تبيع اللعيبه بتاعت مانشستر، بس انا بدعم الحركه دي من كل قلبي، لان في مشاكل في اوضه اللبس بتاعت مانشستر يونايتد، ده بالتاكيد يا رزيعه، ده من كلام الناس اللي بتشجع مانشستر والمعلقين والمحللين واللعيبه القديمه، وكله بيتكلم اللعيبه مش حابه رانيك، او مش حابه رانيك، عارف لما انت تكون انت عارف ان مديرك كده كده 3 4 شهور هيتكل على الله، فانت مش مديله اللي عندك كله، مش مديله كل حاجه، عايز تشوف مين اللي جاي، بتحاول تفكر مين المدرب اللي هيجي، عارف الناس مش، لا في كده لخبطه، حاله توهان في الفريق وحشه جدا، ولازم فريق بالحجم ده وبالعراقه دي يطلع منها باسرع وقت. فانا بصراحه عندي برونو، عندي كريستيانو، يعني هبيع واحد هبيع الاثنين اصلا على طول، لو قدرت هبيع الاثنين هبيع الاثنين، مش عايز ابيعهم ما استغلش الفلوس، يعني عايز ابيعها عشان صلاح دي مفهومه، بس مش عايز ابيعها واروح اشتري مثلا دينيس، فاهم؟ لا خلاص خلي كريستيانو يا عم، يمكن يعمل حاجه ضد ليدز، لكن لو قدرت
قدرت ابيع الاثنين واجيب ترانسفيرز كويسه انا بالتاكيد هعمل ده. عندك سيتي هتلاعب توتنهام، يعني في العادي سيتي لو تلعب ماتش واحد برده ممكن يعملوا فيه اللي مش هيعملوا فرق تانية في دبل وتريبل جيم ويكس عادي جدا. شفنا ستيرلينج الماتش اللي فات دخل جاب 3 اجوان ما هزرش، بس يعني توتنهام برده ممكن ترخم جايز بيعرفوا يلعبوا سيتي على فكره، واول ماتش في الموسم السنه دي توتنهام كسبت سيتي مع نونو 1-0 فبيعرفوا يعملوها. صدق مش فاكر واحد ولا اثنين والله، بس هم عارفوا يكسبوهم كده كده يعني. فايه يبين لك قد ايه توتنهام رخمه ضد سيتي، مش فريق سهل يعني، ساعات بيقف شوكه في زوره. واهم حاجه رزيعه اوعى تنسى، انا بصور النهارده الثلاث، النهارده في تشامبيونز ليج من اهم ماتشات في البطوله كلها، باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد، فوارد حد يتصاب من سيتي، بكره في ليفربول وارد برده حد يتصاب او يجرى له حاجه بعد الشر. فاوعى تعمل ترانسفيرز غير لما تتاكد ان اللعيبه اللي انت هتشتريها دي لعبه خلاص تشامبيونز ليج، الدنيا هاديه ومرتاحه ومتاكد ان هم سليم ومفيش فيهم اي مشاكل. نخش بقى على فكره الكابتنه، يعني متهيألي مش مفيهاش فقاقه، تريبل كابتن صلاح اللي اتحط في المقام الاول كده. ممكن جدا حد يفكر في التريبل كابتن حد زي ترنت برده اللي هيلاعب نوريتش وهيلاعب ليدز، فرقه مش هجوميه، ماتشين في الانفيلد بنسبه كبيره ضامن 12 نقطه كاستفتاحه كده، صباح الفل كده بالرش ميه في 12. عندك بقى ممكن كورنر كده، جون كده، فاول كده، اسيست كده، تلاقيه طالع لك ب 18 19 20 نقطه في دبل جيم ويك، فيبقى احلى من اوبشنز كتيره قدام خايف من الروتيشن منها. نفس الكلام ممكن يوتا والله، ممكن فيرمينو، ممكن اي حد من ليفربول، بس هتبقى ايه قلقان شويه من الريسك. بتهيألي صلاح وارنولد اضمن اثنين لاماكنهم لان ما عندهمش بدله على الدكه في الفريق. انا بصراحه خايف اقول لك اي حد بره ليفربول وبره صلاح، بجد مرعوب اقول لك اي حد. يعني في افكار جت لكازيت بالنسبه لي اوبشن مش وحش يعني، ممكن يقول والله، بس لا يعني لا. بصوا يا جماعه بصراحه الكابتنه الاسبوع ده شوف اي حد من ليفربول وحطها عليه سواء كابتنه او تريبل كابتنه، وقف الفقره على كده، ما تخليش بقى اكتر اقول كلام اتعاقب عليه بعد كده الله يكرمكم. نخش اخيرا على فقره الدوريات، ويعني مع العلم ان لسه النهارده في ماتش بتاع مانشستر بالليل هو مع برايتن، فاللي لسه انا مكابتن كريستيانو وسلمى مكابتنه برونو، فممكن برضو ايه الارقام دي ما تبقاش مظبوطه 100%. لكن الترتيب كالاتي، انا الحمد لله ما زلت متصدر الترتيب دوري الرزيعه ب 1523 نقطه، الاسبوع ده جايب 38 نقطه، عندي لابورت ما لعبش، عندي كانسيلو ما لعبش، عندي رافينيا طلع الدقيقه 45، حاجه يعني تقرف والله العظيم. برناردو كالعاده نفس النقطتين ثلاثه بيجيبهم كل ماتش، انطونيو نفس الكلام نفس النقطتين الرخمين بتاع كل ماتش، هم اللي انصفوني. سانشيز في الجون لسه لعب تاني النهارده الحمد لله، الحارس بتاع برايتن. ترنت جاب السته التمام بتاعته، فاضل لي بوين جاب 13، وده يعني قلت لكم بوين يا جماعه اون فاير، فلو ما عندوش بوين لازم يخلي عنده بوين، دبل مش دبل يبقى عندك الراجل ده، هيلاعب واتفورد فماتش حلو. واخيرا فاضل لي كريستيانو وبرونو، يا رب ينفخ في صورتهم وخصوصا كريستيانو بما انه الكابتن. اما سلمى في مركز ثاني ب 1475 نقطه، تيجي راندا مركز ثالث 1431، مركز رابع يجي جو ب 1402 وجايب الاسبوع ده 63 نقطه، ده لسه الاسبوع ما خلصش يا جو، في ايه في ايه في ايه ده، ايه الرقم ده اصلا؟ بص مروان تحتيك عامل ايه، مروان جايب 8، يعني مروان جايب 8 ازاي؟ انا عايز اخش اشوف فريقه بيقول ايه. لا مروان شكله بطل يلعب رزيعه ولا ايه، شكله بطل يلعب، عنده تومياسو ورامز ديل وماونت وجورجينيو ولاكازيت، طبعا كل دول في الشلات ما لعبوش اصلا، ولا حتى دي بروين مكابتن كين، فيعني جاب 8، ربنا يكون في عونه الصراحه. يجي احمد كمال مركز سادس ب 40 نقطة ب 1236 توتال، نادر المركز السابع اخير 1202. اما بالنسبة للدوري الرزيعة فيجي معانا لغاية دلوقتي عشان لسه في ماتش بالليل زي ما قلت لكم، ارساني عماد ب 1669 نقطة، لا ما شاء الله عليك، بعديك على طول خلي بالك وبنقطة واحدة عبي عيد 1668، مركز ثالث عمر مجدي الرجي هورسز 1666، مركز رابع خالد محمود 1661، مركز خامس يجي هشام يسري ب 1661، والفرق بين السابع والاول 9 نقط، فالدوري مدعكه، استمر يا رجاله. وبكده يا رزيع كل خلصت حلقه الجوله 26، يا رب تكون جوله دبل يعني خير على الكل، وصلاح يولع الدنيا ويظبطنا نقط بقى تريبل كابتن بقى وحركات يا رب يا كريم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفتحوا جرس التنبيهات عشان يجيلكوا الحلقات اول ما بننزلها، وتعملوا فولو على الانستجرام للاكونت الشخصي احمد عصام وسلمى مشهور، والارزع بالتاكيد عشان بننزل عليها اخر الاصابات، وهتفرق قوي اصابه المهاجم بتاع بيرنلي بيرجورست الراجل ال 198 سنتي ده، عشان لو سليم لازم يتجاب رزيعه وماست هاف الاسبوعين الجايين دول. وكفايه رزعه قوي لحد كده.